تحل ذكرى ثانية للحرب في أوكرانيا مع إعلان أوروبي عن فرض عقوبات للمرة 13 تتضمن تقييد حصول روسيا على المسيرات، إضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لقائمة الأشخاص والكيانات الذي يجب تجميد أصولهم. الاتحاد الأوروبي قال أيضا أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على الشركات التي تسهم في التعزيز العسكري لروسيا. من بيروت أرحب بضيفي أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأوروبي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك. بداية، بعد يومين الذكرى الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، ما هو التقييم في أوروبا لهذه الحرب ولنتائجها مع اقتراب هذه الذكرى في 24 من فبراير الجاري؟ أحييكم الأستاذ طارق العزيز، وأحيي الفريق العامل في قناة المملكة وكل من يشاهدنا ويتابعنا. مع مرور عامين على بدء الحرب الأوكرانية أو الحرب في أوكرانيا، ومع دخولها، مع انتظار دخولها العام الثالث، في أوروبا هناك قلق كبير، لأن هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طالت، وعلى ما يبدو كان العام الماضي، العام 2023، لغير صالح أوكرانيا لصالح روسيا. حصل تحول في ميزان القوى، والآن مع هذه السنة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية هناك شح في المساعدات الأمريكية، وقف المساعدات الإضافية، وحتى نوع من جدل كبير حول منح المساعدات المقررة في الماضي. ولذلك أوروبا تخشى أن تتحمل هي عبء تقديم المساعدات الإضافية، ويعني كل هذا يضع أوروبا على المحك، لأنها اعتمدت كثيرا مع تعزيز حلف الناتو على العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى الدور الرئيسي لواشنطن. من هنا أوروبا التي تخشى أيضا التهديدات الروسية وانطلاقة بوتين، وتخشى أن يكون انتصاره في أوكرانيا إذا تحقق مقدمة لعمليات أخرى. كل هذا يجعل أوروبا في موقع حذر وغير متفائل إزاء تطورات الحرب في أوكرانيا. طيب، اليوم الجانب الأوروبي دكتور خطار يفرض المزيد من العقوبات للمرة 13، ألا تبدو للغرب بأنها غير فعالة؟ السلوك الروسي لم يتغير خلال عامين، فما الجدوى من المزيد من هذه، من تلك العقوبات؟ نعم، هذا سؤال جوهري. في الأساس أصبحت العقوبات وكأنها أحد أسلحة الولايات المتحدة، ليس فقط سلاحا دبلوماسيا وسلاح يتبع منظومة أساليب القوة الناعمة، لكن أيضا من الأساليب الردعية التي تأمل واشنطن أن تعطي نتائج. لكن مع بلد في مثل روسيا مساحته تعادل مستوى قارة، مع بلد غني بالموارد، ومع الدعم الذي تلقاه من الصين من الناحية الاقتصادية أقصد، وأيضا كل الانفتاح على أسواق ما يسمى الجنوب الشامل والجنوب الكلي، كل هذا إذن حد من تأثير العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا، قلص من أثرها وجعل الوضع الروسي وضعا قابلا للاستقرار. كان هناك هشاشة في البدايات، لكن تمكنت روسيا من التأقلم ومن عدم التأثر كثيرا بهذه العقوبات. نعم، طيب ذكرت الدكتور خطار القلق، ربما ذلك التململ أو الإرهاق الذي يصيب الجانب الأوروبي، حيث لا يوجد نهاية لهذا الصراع في الأفق. ألا يمتلك أيضا الجانب الأوروبي قلق بعودة محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد؟ لا نعرف له سياسة واضحة تجاه أوكرانيا،
باستثناء تلك المواقف التي كان يعبر عنها ضد حلف شمال الأطلسي الناتو وكذلك باتجاه المؤسسات الأوروبية. بالفعل ليس فقط الاتحاد الأوروبي أو أوروبا من ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية في تشرين 2 نوفمبر القادم، بالرغم من أن أكثر من نصف العالم مدعو إلى انتخابات بشكل أو بآخر، رئاسية، تشريعية وغيرها، لكن الكل يركز على هذا الموعد المركزي، موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، لأنه كأننا ننتخب رئيس العالم، رئيس القوة العظمى، من يقرر بالنسبة للعديد من النزاعات العالمية والأوضاع العالمية المقلقة والأزمات. وبالنسبة لأوروبا بالذات، نعم، عودة دونالد ترامب لن تكون خبرا مفرحا، إذ أن الشعبوي ترامب في ولايته الأولى كان يتكلم ويعمل علنا ضد الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، كان يسخر من الأوروبيين، وكان يحاول أن يرتب علاقاته مع روسيا ليس حبا بروسيا ولكن من أجل عدم تقارب روسيا والصين. السيد ترامب هذه المرة قبل وصوله وبينما هو مرشح هدد بأنه لن يدافع عن أي دولة في الناتو لا تقوم بدفع اشتراكاتها أو تحترم التزاماتها المالية. هذا التصريح كان هزة بالنسبة للأوروبيين، وأخذت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى تعلن عن التزامات لتصل إلى 2% من ناتجها القومي في الميزانيات الدفاعية، وهذا الأمر مكرر منذ 2014 لكي يكون الناتو فعالا. إذن السيد ترامب يحرك السبات الأوروبي، وأوروبا بالذات تأمل أن تكون على الموعد، وفي نهاية المطاف رب ضارة نافعة، هذه التحذيرات من ترامب وهذا الحذر يمكن أن يترجم بإثبات قدرة أوروبية على أن تكون البديل عن الأمريكان وأن تقوم بالتأقلم مع هذا الوضع. نعم، أنا أشكرك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الأوروبي الدكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك دكتور. إذا بهذا نصل إلى ختام العاشرة، أشكر لكم دوما حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.